اليوم عندنا حلاوة بسكت جدا بسيطة وسهلة بدون طباخ وبدون فرن وبدون أي نار. أول شيء نجيب 200 غرام بسكت شاي، يعني أي نوع بسكت، بعدها نضيف خاشوقة شكر ونضيف عليها علبتين قشطة، كوب ونص حليب، نضربها بالخلاط تقريبا دقيقتين تتجانس بس ونطفي. وراها نقسم العجينة بالنص، هاي أول نص. النص الثاني خليه بالخلاط ونضيف عليه خاشوقتين كاكاو، رجع الخلاط دقيقة واحدة، صارت عندنا لونين عجينة. نصوها هاي الطريقة، خاشوقة، خاشوقة أبيض، خاشوقة كاكاو، وننقشها بهاي الطريقة بعود الأسنان، خاشوقة، شطل، أي شيء عندكم. طبعا أنا سويت معونين، معون كبير وواحد صغير. الكبير كملته فلت من إيدي بس طلعت حلوة النقشة بعشون، والمعون الصغير بعشون طلع وصار الطعم والشكل فت شي خنف وشارب يفوتكم. وعشون وألف عافية.